waa ku sii socon wararkeena magaalada Muqdisho maanta waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo ay ka soo qayb galeen culimaadiin iyo masuuliyiin kala duwan ganacsato kaasi oo looga hadlayay ama lagu maamusayay in dhawaan shirkada Barakaat laga qaaday qunaqabtayn ay dawladda Mareykanka hore u saartay waxaa halkaasii ka qayb galay warkana inoo aqrinaya wariyahayaga magaalada Muqdisho Haajir Cabdul Qadir Noor حفلت سير ترى لوسو أغاسيم إسلامر كان اللوغو دبال دقايي حيرات دي يدوان واحدة مالية دل كمريكين كايكا قادي شركة البركات أيا اللوغو بتمغالة عاصمة دي مقدشو حفلة دان واي سو حادرين مسولين بدن هو سو جري كو دولدا مامول كشركة لها كان عصتو إيو ديال لخان علماء الدين يو قياباها كالدبني بلشدا أيا اللوغو أمانة تلابدا ومريكين كحيرات أغوروغي شركة البركات ودولدو مريكين كو حیرات سرت استاند که لبده کن لبی توان کی که دمرگی لو ایدیجی اینه تاگه رسیسو اور دار گحسده جواهر برقاب گدومیا اور که هواین ک جبل کبنادر و کمی دهت مسلین تو کابت که هلی آیا کشک که سیده ایدت ک سومالیت شعور تو دو موجن مرکی حیرات دا لثار شرکت دا هواین هان و هان ایدت کو استاجی ادون ک ویدیجی ورقده او قرایی این لقاده حیرات و هان سوسو استاجی بنان کدر جیک داسون آنگاه ده اینو ما اقلانه این حاول لگ قاضو برکات حنی بعدم ما انتن محنجو نواد بلد مرکز صبر که وحول بلبوگ شیع علی وجیز اکمه در علمات سومالیت ایا اورجی مامور کشورک دال برکات این ای هر مر تابان کرو مرکل ای کرتن و مد سومالیت شیع احمد و حالا شیع احمد و میشه شد میشیم تو مانته کدرن تای و حالا سیبونا گیدو قدومیه ی قدومی حقان که البرکات ای فریان و ولی انتو دکان شد بدیهیم أو الشغلة إن الشركة اللي سحرية ده تكون أنت واكديف روين أو ما أنت ده شرف تواكسي في عين وأنا كسي شق ده تكون أنت وكفي عكرد في عين وأمن ياجرة مركا وحان ردينا مركا إن يمسكوا قبتين طبعا كسرنا سوسعة الصومالي يستيق كل مبروك على إلهي إنك ذاكر كتير قدومي أورك هواين كصومالية بطولة أحمد قبل لي وحفلة ده كلمة كوبن كجيسي سي آيات المانتي شركة وحين نجم ما ركت حيرنتي أنا بباهي بدلو قبلنا وحنا روف الصحي أنا وحدنا باهي بدلو قبلنا ويا الصومالية ما أنت أي باهي ده كسي درن تاي تيمورة وحلاقي يا بمر كلو قياس هاي مجا عادي يدب كنا الصومرة شركة بري واحد بدل قبلنا هاي لكن الحمد لله رب العالمين إلهي ما قرتي إن إساس دعوة وح إلهي قرتنا إن أذقالته حكومتها قصب ديالها وقف السلامة قدومية شركة بركات الشيخ أحمد علي جمعالي ayaa ka shikeeyay garabsaagii ay u sameeyeen dadka Soomaaliyeed kadib go'aankii dawladda Mareykanka ay xayiraada ugu rogtay shirkadda Barakaat iyo wixii ka dhashay waxaan rabaa inaan u gudbo garabsaagistii dadka Soomaaliyeed ee runtii halka warkii maanta ka dhacay iyo runtii mataqaana garabsaagii dhammaantiin gabdha Soomaaliyeed culimada saxaafada ee mataqurba joogta dal joogta أول وحلقة إبقاتي إن نقرب استاغو صمالي مركز تيجوكتو رجل يدوم ربا ونلود عيي ومتقن قاركوت ميدي كامبيني سمايين سيدا حطو أركي سير مهاشا وإنترنشن كومنيتي مريك إلا هلايان وعلى نوكي سينمقلي ربانا برار جيان وصالح في عانك نوصبين عبرستان إيم قدوميها قبل كبنادر أهلا دوخة مقالة عاصمة دي مقدشو عمر محمود محمد عمر فلش ايا شاقي ان اساقو او قبجوك اها دمان داعدوين كي داعي حلقي شركة دا حيرادة لصارة اسلاماركانا و حلقي ان كفر حسيني هاي ان اي دبو هلان حريدو دا ايو واحد بدن ايا لغا شاكي اي او انوغو دمان تود انسو جوغي مركي اي بلاوان ايسا شركة دا بركات ايو مركي حسار كو قدعي عقوبات كاس ايا حواشا سودان ويجوغي إلهي سبحانه وتعالى أيام مهضلة مانتي وحاسو دن والقاضي وحانا لوغد بي حرنمو أيا لوغد بي إلهي مهديس فضلك إلهي أي واحد أرنتي إنت أنا أرغو كحسو ستو بركات أيا وحبدا هاجرة دو خادر أرتين تي في مقدشو